في ميناء الخزيرات بإسبانيا، بين الصفوف ديال السيارات اللي غتدخل الباطو، واقفة سيارة مرسيدس الدفع الرباعي كحلة لامعة بماتريكول بلجيكية، فيها ثلاثة اللور على ثلاثة ديال الكراسة خاصة بهم الدراري الصغار. واحد الوسط حروفه كحلين البراءة، سبحان الله، وهو ناعس قالب وجهه للجن كيتهز ويتحط في بلاصته بسبب اللي جالسين بجنابه. فينا وتولاي مناقرين دايرين كل قط والفار، وأول دخل ليهم المغرب، ولحسن الحظ كيف هموا الدارجة لأن أم هيبة وباها كيمشيو عندهم يطولوا معاهم داكشي باش تعلموا يلقطوا شي كلمات بالدارجة ويفهموها. القدام جالسة هيبة وضيرة كتفك بعصبية كل مرة باش كتهضر، هدا عطيه ديالو، واش هكا غتبقاو ديروا ليا في المغرب؟ شاف فيهم ياسين من المراية وعقد حجبان، تولاي غنحطك هنا وغنزيد، يلا هنينا، الا ما بغيتوش تحشمو غادي نرجعو لبلجيكا، صافي مابقيناش غادي للمغرب. بداو كيطلبوا فيهم ويرغبوا باش ما يرجعوهمش. سكتوا ضربوا الطم مره واحده، كل واحد فين قلب وجهه، هادو هما ولاد الفشوش، طلعوا صعاب وما كيتردعوش غير بالتهديد، وما كيحشموش كلمه واحده بجوج كلمات، غيموتوا ويمشيو للمغرب، حيت هيبة النهار وما طالوا هي تعاود ليهم عليه وتزوق وتخليهم يحلموا بيه بحال شي جنة فوق الأرض، حسن قاع من بلجيكا وهولندا وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا وألمانيا اللي مشاو ليها وشبعوا دورانو بسارية فيها. دخلوا الباطو في حفظ وسلام، نزلت هيبة هي الأولى وموراها ياسين. هبطت فينا كتنقص، شدتها هيبة زربت عليها على داك الشعر اللي تشنتف، جمعتو ليها قرينات وجرات الوسطاني ناعس ما كاينش قاع في هاد العالم، فيقات وحل عينيه دايخ كيشوف فين هو وفين وصل. نزلت ولاي حتى هو مشى مع باه، طلعوا للباطو، ياسين هاز في يدو زين اللي ما عارف فين يحط رجله، مازال شاد في النعاس كيحك في عينه، اما فينا في ليفلة سابقاهم غادي قدامه، هيبة مراها حاضية معاها لا تزهق ولا تطيح ولا يدخل فيها شي واحد، وياسين مراها شاد لطولاي يدو وما بغاش يطلقه، وخا عيا يحنقز ويرغب، حلف ياسين لا تطلقه حيت عارف راسو الا مشى احتفلت ليه غيبقى تابعو يتسارى موراه في الباطو. ولادو ماشي ديال يبقاو جالسين في بلاصه واحده، بالعكس فوضويين وحركيين بزاف، عزيز عليهم يقيسوا بيديهم، ما كتكفيهمش الشوفه بالعين. حتى الثالث غير طلع الباطو شاف الناس وهما يتحلوا ليه العينين، وبدا يشطح لياسين بغى ينزل، داهم نيشان جلسهم على الكراسه في الطبالي ياكلوا باش يلاه يتقالوا شويه. كملت الرحله بحال باقي الرحلات، ضحك وعصبية مع الدراري الصغار حتى للمغرب. دخلوا للمغرب بالسيارة، وهنا علماتهم هيبة كتضحك فرحانة، ناضوا كاملين كيتجارة ولصقوا مع الجاج وكيطلوا يشوفوا مخرجين عينهم كيدير هاد المغرب وشنو فيه، واش بحال داك الشي اللي كيحلموا بيه. طريق كلها هما لاصقين في الزاج من سبتة حتى لتطوان، وكيسولوا على مروكو، هيبة وياسين كيموتوا بالضحك، الشمس حارة والصيف مصيف والناس مصيفة، وتطوان في الصيف مضوية، اللون ابيض وازرق كيفتح الشهيه، توحشت هيبة البلاد. دخل بهم ياسين الاوطيلات مارينا سمير، لابيسين والخضوريه والتينيس في جهه والبحر من جهه، الدنيا نقيه وزوينه. وقف بالسياره ونزل كيصوت من التعب والارهاق، جلسي هنا مع الدراري راه ريزيرفيت قبل، نشوف فين جا السويت ديالنا وناخذ السعر وترجع، واخا يلا مشى كلشي للور بغى ينزل يمشي معاه وكيدافع، ولكن طرق عليهم وخا بغاو يحلوا الباب. خلاتهم هيبة بحاربين وبدات تسرح عينيها، شحال ما شافت المغاربه ولا سمعات لهضرتهم، حتى الكارتي فين ساكنه ما جا حدها حتى مغربي. رجع ياسين نزلهم، غير طلقهم ما كاين غير جري عليا نجري عليك في ذاك الكازو جنب السويت، شد سويت سفلي على حساب الدراري باش يبقى حاضيهم ويلعبوا قدامه. مشاو كيجريو بدلو حويجهم وخرجوا لابيزين، لبس حتى هو ومشى جمعهم ودخلهم واحد بواحد. جايه مورا هيبة هازه فوطه وصاك، شدات كرسي خلاته منو ليهم، كيجيب واحد كيمشي ليه الاخر، بقى معاهم حتى رعف ورجع عند هيبة شاد نيف، رعفتي؟ واش اللي عنده بحال اولادنا ما يرعفش؟ راه ليا شي حاجه نمسح بها. عطاتو كلينكس شد به نيفو ورجع كيعيط ليهم يشير بيدو باش يخرجوا من الماء، واقف رجل في الارض ورجل فوق الدروج كيطلع فيهم واحد بواحد.
بقاو على البحر، البحر ولا بيسين والكومبلكس لمدة ديال سيمانة يوميا متابع. ولادهم توحشوا الصهد والسخونية، وفي المغرب ما كان غير هي، الصباح لابيسين ومور الغدا البحر، وبالليل الدوران في المارينا والقهوة والعشاوات على بر مع ولادها. عزيزة عليهم الماكلة وصحاح تبارك الله. خاص ياسين ضروري عمر الطابلة، وإلا ما كانش الريزوتو في الماكلة يعوجوا لي وبيه صحاحه، مرة بفواكه البحر، مرة بالدجاج، مرة بالشامبينيون، المهم يكون حاضر وكتير فيه الفرماج وكيتجبد مزيان. جلسهم في ريستورون في مارينا بالليل، ويا سلام اللي كتكون مارينا بأضواءها الخافتة. جلسهم على الكراسة وجلس هو وهي بحداهم. ولادهم من واحد الناحية تربوا بطريقة غربية، ما كيتسوقوش للناس وما كيبقوش حاضين فلان وفلان، حاضين غير بعضياتهم وملهيين غير مع بعضياتهم، كيهضروا ويضحكوا وياكلوا عادي بحال الا ما حداهم حتى واحد. حتى هبة ما ولفاتش ليهم هدا الناس كيشوفوا جلس فضحتينا قدام الناس. شوف الناس كي جالسين، شوف الناس كي دايرين، هذه هي اللي كانت غادي تخليهم يضربوا حسبه للناس ويبقاو يشوفوا راسهم دول المستوى من الناس والناس حسن منهم. بالعكس، في كل مره داروا شي حاجه ولا وسخوا كتهضر معاهم وتنعتهم بنفسهم، شوف وسختي حوايجك وليتي موسخ، شوف طيحتي هادي، شوف درتي هادي، انت فاعل انت تارك. ولقات ياسين حتى هو كتار منها، همو يعيش هاني هو وولاده، واللي بغى يموت يموت، ما سوقوش في البشر، يدير الخاطر لولاده أولا وله لا يقلب في الباقي. اللي بغى يهضر ولا يحطي يدير بوق، هو بنفسه كيعجبو السفر، عزيزة عليه كرشو كيصرف عليها بالدوبل، وحتى حاجة ما كتغلى على ولاده ومرته، كيبغي يعيش ويبغي يستمتع برزقه. المليون اللي طاح في يده ما كان غير الطق الطق، يدير مستقبل لولاده وفي نفس الوقت يعيشو يعيشو سنه، ويعيش عائلته أهم حاجة دارها المستقبل ومستقبل ولاده. هو النصف المداخل ديالو كتحط في بنك في بلجيكا والتبلوكة، والنص الآخر كيمشي في المصاريف والسفر والماكلة، وأهم حاجة الماكلة إلى آخر. اللي شافو خدم راسو وناحت الكرش ما يقولش هاد الإنسان كياكل بزاف. وهيبة خلاص الغلط اللي غلاضت كيمشي لها في الطولة، ما كتبانش عليها، وكرشها من النوع اللي كتجمع وكترجع لبلاصتها. ولاد هذاك الشيء اللي كلاو كيهضموا في جري عليا نجري عليك، والطيران والتنقاص. اسبوع في تطوان دوزوه بخير وعلى خير، راهو مزيان وشبعوا دوران وشبعوا بحر. ملي بغاو يغادروا تطوان شداتهم هبه واحد بواحد بالكيس اللي خات ليهم الشلده، مع شدات فيهم الشمس رجعوا صومر وظهرهم كيتقشر اكثر من هبه وياسين. بغات تبيضهم قبل ما يوصلوا للرباط وتخلع بيهم العائلة، تقول هادو جايين من الكابون ماشي من بلجيكا، ولكن حنتها ياسين وشد بيهم طريق طنجة، ما بغاش يمشي الرباط، شد دار على البحر وكمل ليهم اللي بقى. واخا كيحمقوه كيدير ليهم الخاطر ومساري بيهم، فين ما طاح صبعو كيمشي. أسبوع في طنجة كذلك، البحر البحر البحر، حتى رجع لونهم بحال اللي مات خناجر، واللي قاسهم كينقصو، الظهر كيوزوز، وهيبة فين ما كيتكا حداها شي واحد فيهم كتبدا تقشر ليه في كتافه، سفيرة كتبرد القلب. ما طيب ما تنقي، الماكلة على برا ما كاين غير البلاطويات ديال الحوت الكبار، جبال من الكروفيت والكالامار والشلايط، ما كاين غير طحن، حتى من البصارة وكلوها ليهم في تطوان. اللي جات بسم الله، ومنين ما دازت هيبة مقدية هالطرابش هالشرطات، طاحت على واحد مور ريكلام ونزلات، خلات ياسين جالس في الطوموبيل كيتسنى، هزات كلشي بالجملة، داتو وزادت. هادشي كامل بالتخبي على دارهم اللي مازال ما عرفوها في المغرب، حيت الا عرفوها جات وجالسه كتسارى في طنجه وتبحر في تطوان غيبقى فيهم الحال، ويقولوا ليها دوز عندهم هما الاولين تحط الرحال، وتضرب شي يامات عاد سافر الا بغات باش يلصقوا فيها حتى هما ويخيموا مجموعين. شدوا اللون وتفتحوا في الشمال وشدوا طريق الرباط نيشان، فين كاينه امها وباها كيتسناوهم على احر من الجمر، موجدين العشاء وكل شوية عيطوا وسولوا فين وصلوا. ولاد هيبة وياسين تهدوا طاحوا كاو، تهناو من كل مرة طوالت طرق كاملة وهما ناعسين، حتى وصلوا حدا باب العمارة مع جويه التمنية. نزلت هيبة فرحانة، لقات باها واقف كيتسناهم بالفرحة، ترمات عليه عنقاتو، في حين نازل ياسين مسخسخ فتح على ولادو باب الطوموبيل باش ينزلوا. نزل واحد مر واحد، والثالث كيتعكل غير بوحدو يشد فيه. هزو ياسين، خرجت ليهم امها من باب العماره كتجري، ها سعديها فرحي، ورامية يديها لابسه بيجامه طويله وجامعه شعرها بقراصه الله، فين هي مات العكفه والقهره والنواضر شايبين خارجين من الجناب،
دابا كلشي تصبغ ولا تبان وحده اخرى. شركات البزاقل بثلاثه جمعه وحده عنقاتهم وهما كيضحكوا فرحانين ويبوسوها، الا الثالث بوحدو اللي كيبكي ويدفعها ما عرفهاش، وكيدور يشوف في ياسين ويشوف في هبه اللي ما مسوقينش ليه في هاد اللحظه، حس بالحكره ومداها في حد بدا كيغوت. سلم باها على ياسين وتلفت لقاه كيبكي كيقطع في القلب، كيشوف فيه هزو عنده كيضحك معاه عنق، والاخر لصق عليه متلاش هز الراس ضربها بسكته وخبى وجهه في عنقه. واخا عيا ياسين يجرو باش يهضروا معاه ما بغاش، كينطر يدو يتكمش في صدره. طلعوا الفوق كاملين جلسوا في الصالون ضاحكين كيتبادلوا اطراف الحديث. هذا ربات هيبه هاكي وصلتو مزيان، عيتو شيت ساريتو شي ايوا شويه وصافي باب. دارت امها عند الوليد الصغير اللي مازال مكمش في ياسين وعاطيهم بظهره. هذا راه ولف بوحدو كيتخلع من خياله، غير بلاتي يولف وينطرد لك راسك اللور. دابا مازال ما سخن بلاصتو، ياك شافني ما مره ما جوج نسى عليا. وراه ياسين براسو فاش كيغبر ويطول كيرجع ما كيبغيش يمشي عنده. باتي هيبه وكيفهموا شويه العربيه ولا والو شويه وصافي، غير فاش كنتو كتجيو وتعلموا منكم شويه. دخلت اختها اللي صغر منها فرحانه كتسلم وجلست وسط منهم، حدودي وحشوميه صوتها ما كيتسمعش في الدار وقليله في الهضره ومثبته ومرزمه. جرات التوأم عندها كتشوف فيهم وضحك معاهم، تحط الغدا الدجاج محمر والشلايط والمناضه ودارو بالطبله. من بعد ما بدلوا عليهم حوايج للسفر قلبوا ليهم البراهش مخهم، ما خلوهمش يتغداو في خاطرهم، كل واحد منين كيجر. اما الصغير فيهم ما بغاش ينزل من حجر ياسين وبغى ياكل بوحدو، كيهز المعلقه فيها شلاضه ويقربها من فمه، نصها كيدخل ونصها كيتسلى ويبدا يشير بالمعلقه ويضرب هنا وهنا، ينزل على فينا للراس حتى كتعوض ويرجع يهز المعلقه السمتة كيقربها لعين ياسين. طلع عليه الدم وطيرها لي من يدو قال بجديه، ار لهنا سير عند ماما كرفستيني، ما عينكش حتى تاكل، عينك في اللعب. هزو عطاه الهيبه هو كيغوت وكلشي كيدير ليه الخاطر ويسكت. وياسين كينفض حوايجو، الخيار تخليه مع السر الحاصول، هذا حال الدراري الصغار حتى كيكونوا عند شي واحد عاد كيديروا ما بغاو. اما هاد البساله كامله كتحد ليهم في الدار وكيرجعوا دراوش، ماشي بحال دابا لقاو الغفله ودايرين ما بغاو. تغداو وناض ياسين دخل الدوش، دوش دخلات ليه هيبه الدراري بجوج وهو يكعب داك يهضر معاها من دا، علاش جايبهم ليا غسلي ليهم انتي، الله يحفظك الله يحفظك، غير خوي عليهم من البارد يتبردوا يطيحوا ينعسوا يتهناو، زرب عليهم الله يعطيك الستر. اوف دوز انت لهنا لهاد الجهه وانت تبت تما ولا نعلقك، وغير بشويه عندك تضربهم. دوش لولادو دوش حتى هو خرج بدل حوايجو، صلى وتكى في الارض فوق الزربيه، دار تحت راسو مخده بغى يرتاح. يلا حط راسو وهما يهجموا عليه الدراري، واحد طالع ليه فوق راسو وواحد ليه عليه رجلو، بدا كيبعد فيهم وعيط على هيبه. جات عنده نسيبه كضحك، راه كدوش هي وفينا عقد حوايج بوه الزين اللي واقف عند راسو باغي يطلع ليه على راسو، حطو حداه وخرج في عيني. غير نهض فيهم تركنو ناسو حداه بقاو كيتلطاو حتى داهم النعاس. خرجت هيبه كتقلب عليهم مخلوعه حسابها خرجوا مع الباب، دخلت الصاله لقاتهم كسلين في الارض ناسين. تبعاتها فينا كتجري حفيانة، دازت حداها هيبه كالبرق بغات تمشي عندهم وهي تجرها بالزربه، رداتها اللور وداتها كتركل وتغوت بالجهد، بغات نعس حداهم، شو غتنعسي معايا انا؟ جات امها كتجري مالها كتبكي، بغات تمشي تفيقو هو ناعس عيان. بقات الدريه كتخربق، الام ما فهمت والو، اشنو قالت؟ اخليها تقول اللي بغات. نعسي هنا ها بلاصتك، حطاتها في بيت صغير فين مجموعين هي وامها واختها، لكن ناضت كتسعر ليها وتغوت حتى وقف عليها ياسين حفيان في البيت عاقد حجبان، مالها علاش كتغوت؟ ناضت فينا كطير مشات عنده وهيبه كتصوت بغا تجي عندك. صاد ياسين وداها كيعنق فيها، رجع لها شعرها اللور ويبوسها، خلى هيبه مطلعه هجبانه غير كتشوف. شافت امها وقالت لها يا ربي السلام اش كيدير على ولادو، ناض بالله لا يطره ليه يشوف مالها، ما شفتي والو واشو فيهم بعدا كيموتوا عليه، انت براسك كنتي كتموتي على باك. طيحي ديك الباليزه نوريكم شنو جبت ليكم. الله على راحت وحش السكات، شحال هادي ما تغديت وتصنت العظام. جرات الباليزه حلاتها وبدات تجبد ليهم، ها الصبابط ها السيكان ها الحوايج ها الروايح
والختالات دوز ديال المكياج والصابونات الكريمات المهم بعليزة غير ديال الكادوات الخاصة بها. فرحاتهم وتكات صنط عظام خلاتهم الهين في داكشي سكات حتى الدبانة ما كتزنزن. طرالي حال عجب ناضت الصالون طلات لقات ياسين ناعس وفينا ناعسة حداها معنقها بيدو شعرها مشعك كحالة فمها وحداها الجوج الاخرين عرياني لابسين غير الشورطات مكسلين كيشخر تهنات من غواتهم. مشات لواحد البيت اخر تجبدات فيه ما فاقوا حتى برد الحال وسطراتهم هبة في الدوش دوشات ليهم. خرجاتهم كينقزوا يلعبوا في الدار. دخل ياسين هو وباها للدار مقدين هزين الكربات ديال الديسير ماشي ميكات وسط الدار عمر ما خلى ياسين ما جاب كاع الخضره جابها والسويهلات الدلاح العنب البرقوق السلعه ديال الكوزينه حتى هي جابها والعواصير والحليب بالكراطن. بقات نسيبه حاله فمها علاش صدعتي راسك هادشي راه بزاف نيه هانيه تلفتات عند راجلها وقال خليتيه يتقدى هادشي كامل بوحدو ماشي حشومه علاش ما قلتي ليش لا عييت فيه ما بغاش. وقفات هبة كتشوف شنو جاب وشنو دير في الثلاجه بدات تحل وتستف داكشي حاجه بحاجه لقاتو جايب بلاطو مغلف ديال الكروفيت رويال وصاشي كبير ديال الكالامر حطات كلشي في الثلاجه في حين ولادها محامين على واحد الدلاحه كبيره بثلاثه كيديوها من راس البيت حتى الباب الدار. موت هبة اللي شاف هادشي كامل يقول عندنا العرس. هبة بقات كتضحك في البلاصه مشات هبة صايبات بانيو ديال الصاله مشكله وحطاتها لولادها في البانيو وعطاتهم معالق خلاتهم دايرين بها. ضحكات اختها وقالت ديري ليهم في الطباسيل لا ويلي عطيتيهم في البانيو ينقبوها بحال الدجاج خليهم الطباسيل غير غيتهرسوا يبداو يلعبوا بهم حتى يوصلهم الزنقه اللهم بانيو في الارض ما يهزوه ما يحطوه خليهم ياكلوا ما حد محلول عليهم الشاي تبارك الله كي ياكلوا واخا ما بيناش عليهم ايوا جري عليا نجري عليك ماشي ياكلوا ينعسوا يرتاحوا يخليوا ديك الماكله تخدم. ولادي انا مشطونين من هادي لهادي باغين يديروا كلشي في دقه فهمتي يلعبوا وياكلوا وينقزوا في دقيقه ثلاثه راه ماشي ساهلين وعاد صعاب ماشي شي دراوش فين ما حطيتيهم دالقايم هادو عزيز عليهم ينبشوا ويجبدوا ويقلبوا كاع ما مسوقين البشر. كنت شوفي فاش كنجلسوا في شي بلاصه نتغدى ولا نفطر مخنا كيبدا يغلي ملهيين غير بيناتهم مع جواب ثلاثه قد قد شي راكب على شي صعاب اختي انا بعدا كنطلب تسليم غيكبروا في دقه وتهني اي ماشي شي لا ناضي ياسين قال لي يا ولدي بان ليا كيدق عليا قلت لي واحد المره فوقاش غيكبروا ونتهنا ونرتاح قال لي الدراري الصغار زوينين علاش انت ما باغاش تزيدي الفينه اختها تما عرفتو باغي الزياده. المهم قاد بهم الصراحه قاد بهم ولكن انا هاد الولده الاخرى كانت غتقتلني تصيت وحتى الاطباء قالوا لي خطر عليك كان ولد بالفتيح وانا مازال حتى ما كملت شهرين مور الولاده نط حملت والجرحة مازال مبرد غير ربي كيحفظو صافي اللي قدي راه مازال كاع ما تزوج وانا والده ثلاثه نشوف الفتحه عرات هبة على كرشها وقالت ما غتبانش ليك راه رقيقه بحال الشعر ومخبيه اه والله الا هانتي يا اختي ما بقاش ليك الكرش تقولي ما والداش لا انا ما عنديش الكرش حتى الشراطي ما عنديش كيقولها لي ياسين قال لي يحلف عليك الواحد ما والده ما كذبش سعداتك لحمي هكا داير دغيا كيرجع كي كان الحمد لله. حتى في الحماله ديال زين ما كانش عندي الكرش كنت كنبان عاديه عند فينا وطولاي اللي كانت عندي الكرش كنت كنتخنق وكنعيا بزز باش كندور اما زين لا ما بانش ليا الكرش فاش كنت حامله به. وقف عليها ياسين وهي واقفه في الكوزينه مجمع قال لها بصوت منخفض فاش تسالي جمعي الحوايج الفينا وطولاي نضربوا عند مارين الدار في الناطور شي 3 ايام فوقاش غدا الصباح وانتي هانتي هنا مع داركم غنخلي لك الطوموبيل الا بغيتي تخرج صافي واخا وانت فاش غتمشي مشيت قبيله شفت واحد الطوموبيل الكرا غنمشي فيها ونرجع حنا ناويين نمشيو للصويره نخيمو شي يامات سيرو خيمو انا ضروري نمشي نشوف الوالد والوالد وضروري ندي معايا الدراري يشوفوهم والا سولوك على زين علاش ما جبتيش لا زين اصلا ما نديش غيحمقني وخاصو مو غيبقى يبكي ليا غنقول لهم ما يقدرش يتفرق على امو ما عندي ما ندير فاش نرجع نتحركوا لكازا ولا نمشيو لمراكش ولا فين ما عجبك تنحدات هبة واخا اللي بغيتي غير رد ليهم البال عارفهم باسلين وكنخاف يضربهم شي واحد ولا يحيد ليهم شي حاجه من يديهم ولا يزعف عليهم شي واحد ويبكيهم انت عارف اللي شافوها كيلصقوا عليها ما عارفين والو الا كثر عليهم البشر كيتلفوا خفت غير تلها عليهم وتنساهم نسى ولادي واش بعقلك
ويسترجل شي واحد يحط عليهم يده ولا يعلي صوته وتفرجي شنو ندير فيه، واصلا ما يقدر حتى واحد يدير لهم شي حاجة، بالعكس كل شي بغي يكسبهم باش يبقاو يمشيو عندهم وما يهربوش منهم. المهم انت رد بالك، وفي المجلس تجلس وحدك، وفي المنعس تنعس وحدك، انتو ما عندكم الدار كتعمر وكل واحد منين جاي، وكحل الراس ما فيه ثقة، الدراري الصغار ما كيعرفوا والو، وياك تغفل عينك عليهم وما تخرجش وتخليهم مع شي واحد، ديهم معك وجيبهم معك ونعسهم حداك وبقى حداهم ما تنوضش وصافي، مالك مخلوعة، راه ولادي كيما ولادك انتي، كلمة وحدة تنهدات وعلى الله، واخا انا ما غدوش عليا الراحة حتى يرجعوا نشوفهم قدامي، انا الا ما حطيتهمش براسي ما نرتاحش. بدات هبة كتجمع ليهم حوايجهم باش يمشيو مع باه بلا خاطرة، وعقلها معلق ما مرتاحش لهذا السفر، هذه أول مرة يدخلوا فيها المغرب ويمشيوا لدار جدهم ويشوفوا العائلة كاملة، جمعات وطوات. والصباح مشى ياسين جاب الطوموبيل ركبهم فيها، هبة عند راسه تابعه الدور به وتوصي، أول مرة يتفرقوا عليها ولادها ويسافروا مع باهم بوحدهم. بعد ما مشاو بقات هي في الدار كتمشي وتجي تالفة بلا عقل، خواو عليها وهي اللي ولفت ولادها حداها، واخا بقى معها الصغير فيهم وحرام واش بكى عليهم فاش كانوا غادي. ياسين كيضحك معاه باغي يديه بالعاني، وهو كيهرب عند هبه ويلصق فيها بيديه ورجليه، مولف امه ومازال كدير ليه الصوبه والعصير في الرضاع، واخا كبر شويه كيجري ويهضر لكن فشاه، ومازال مزعم يبعد عليها بحال الاخرين، من بيت لبيت ومن الكوزينه للحمام داخله خارجه مشطونه وعقلها مرفوع شويه، وقفت في الشرجم كتطل وبدات تبكي بوحدها حتى شافت امها وقفت عليها كتسولها. تلفتات هبه كتنخصص وتمسح عينها، والو ما مالي والو، وعلاش كتبكي؟ واش على ياسين والدراري؟ عمرهم سافروا وبقيت انا بوحدي، ولفتهم وتقبط لي قلبي بحال الى حياتي هي الاكسجين. يا الهبيله راه دابا يرجعوا، شحال داك باك وغبر بيك وبقيت بوحدي، مالك دايره في راسك هاد الحاله؟ راهم عباهم وراه كيتهلا فيهم، مناش خايفه؟ ماشي بحال ماما، راه خايفه ومخلوعه وقنطانه، ما عرفت كي ندير في هاد 3 ايام اللي غيجلسوا فيها، بحال راه الكبده صعيبه، غير تلقي البشره ان شاء الله غادي يمشيو ويرجعوا بخير وعلى خير. لا واخا هكاك، الا ما وكلتهمش انا وغطيتهم وحضيتهم ما تدوش عليا الراحه، وغير تعلقتي بهم بزاف وصافي، اما كاع الناس والدين عادي، وماشي شغلي انا في الناس، شغلي في ولادي، ما نقدرش نعس هاد الليله وهما ناعسين في بلاصه اخرى. عنقاتها ما كتسكت فيها وتلفها وتليها، لكن معامل هي كل شويه تلقاها هزة التليفون كتهضر وتسول فين وصلتو، واش تقيه، واش كيبكي، واش كيضحكو، كل دقيقه تعيط في التليفون. حس بها ياسين معلق، دار معاها ابل فيديو، علق تليفون خلاها كتشوف فيهم وتبكي بوحدها، هو سايق وكيشوف فيها. علاش دابا كتبكي؟ مالهم؟ اش غيبقى عليهم؟ غير خليني، واش نرجع؟ كون غير رجعت والله، حتى قربت نوصل ونرجع غيشوفوك كتبكي غيبقاو يبكيو. صافي حبيبه مالكي مهزوزه على والو، عارفك ما تقدريش تفرقي عليهم وولفتيهم، ولكن راه ما عندنا ما نديرو، تخواجوه وغنجيو ان شاء الله، واخا غير رد ليهم البال الله يعطيك الستر، وما تخافيش، واش ما كتعرفينيش؟ المهم رد البال عافاك، وفاش نصوني ليك جاوبني، واخا غير تهني، اش كيدير زين؟ ها هو حدايا، رد البال الله يحن عليك. بقات توصي وتعاود، قطعات بزز كل دقيقه تسوني، ما خرجات ما طرجات، قابله غير التليفون كتقولي لا غفل، بعدا تفكروا بالتليفون، ما حيداتوش من ودنها بالليل، ما بغاش يدوز عليها النعاس، والصباح صبحات كتصوني وتسول، وهو شاد ليها الخاطر حيت عارف ماشي الخاطر هكا دير هكاك. بزز باش خرجات اختها وامها للمدينه يدوروا شويه، مشات كتسوق بلا عقل ومرفوعه، كل شويه تنهد ومعصبه مع الطريق، غادية في الطريق وكتعيط بلا عجز عليها، 3 ايام دازت عندها كحلة زحلة، ما طاقتش فيها الراحة، زاد كمل عليها بالنهار الرابع، ما جاش وعلمها بعرس عندهم في العائلة، زاد لها هم على هم، وهو في العرس سهران وهي في الدار سهرانة، كل شوية تعيط لي، ما ارتاحت حتى شت الطريق راجع بيهم، غير وصل شافتهم عاد بردات ودخلاتهم للدار، شافت الجبهة ديال تولاين بوقلة وهي خرج عينها في ياسين. قبل ما تهضر قال برتيبك بوحده، ما قاسو حتى واحد، دخل في الحيط بوحده ومالها من فوقها، حتى اليوم كنا راجعين وهو سابقنا كيجري، دخل في واحد الحيط من نهار مشى وهو صحى سلام حتى لهاد الصباح، ويلي على دقه بقى
بقات غير كتشوف وكتقلب ولادها بعينيها. دارت السبة باش تدوش ليها، دخلت فينا الحمام تما فلاتها مزيان من راسها لرجليها وقلباتها، قلباتها مزيان ليكون شي واحد قرب ليها. تأكدت باللي موقع لها والو، البنت صحة سلامة ما فيها حتى حاجة. عاد بردت وبدات تغسل ليها وتضحك معها، وبشوية كتسولها وتجر ليها لسانها شكون ضربها وشكون غوت عليها وفين نعسات وشكون نعس حداها وشكون لعب معاها. غير بشوية كتبحث فيها والبنت كتجاوب على نيتها وتلعب في الماء. الحمد لله ما وقع والو، شلات ليها ولبسات ليها بنوارها النقاط، كتبوس فيها موحشها وخرجاتها لختها تلبسها. دخلت الولد سكانات وحتى هو كما دارت البنت، قلبات وحتى هو على كرش فوق فخاذها قلبات وما لقات فيه والو. بدات تسول وتبحث فيه وتجر ليه لسان، ما تهنات حتى فلاتو. دارت ليهم لونكات مزيان، بقات تبحث كتر على الدقة اللي كلاها في راسو تبوغ. لقات عليه بالهضرة ديال الدراري الصغار وكتسول وتضحك معاه شكون دفعو شكون قاسو واش لعبو معاه وقالوا ليه ما تقولش واش عطاو شي حاجة سكتوه بيها شلا هضرة. لكن في الاخير ما صورت والو وتاقت في ولادها حيت مربيين على الحق وما كيعرفوش الكذوب، واللي كانت كيقولوها هي عارفة تربيتها وعارفة ولادها. شلات ليه وخرجات وحتى هو وجلسات لداخل كتجمع الدوش على خاطرها، راشق عليها عاد خرجت كتفرنس. مشات جلسات حدا ياسين اللي متكي على جنبه شاد زين كيداعب وهز عينه فيها ابتسامة غريبة وقال ارتاحيتي دابا سكانيتي يام شنو اش كتخربق؟ دور راسه وقلب عيني وايلي كان عارفك هيبة وكان عارفك مزيان. سكتات ما جاوبتوش، غلبتها الضحكة بقات كتضحك. ناض جلس شاد زين في يديه، انتي حمقة في خبارك مالك؟ واش خايفة مني؟ علاش غنخاف منك؟ كنخاف على ولادي، هي ما كتثقيش فيا. شوف ياسين دراري الصغار وكحل الراس خايب، بنادم كبير وعقله موسخ، كنخاف يستفرد بيهم شي حد ويدير ليهم شي حاجة وهما ما كيفكروا في والو. يقدر يكون شي ود جيران ولا شي واحد في ذاك العرس. المهم انا اخر مرة يخطوني ولادي، هاد 3 ايام دوزتها في الجحيم وبقاو كيجيوني شي افكار وشي وسوس. بغيت نحماق اللي بغى يشوفهم يجي عندهم، ولادي عمرهم يمشيو شي بلاصة بلا بيا، وهادي اخر مرة يوقع اللي بغى يوقع. ما غاداش نخليهم يمشيو، راه نقتل روحي على قبلهم، مازال ما كتعرفنيش. نهدو قال الله يجيب لي قتل علينا الروح. شدتها الضحكة وقالت كل واحد كتموت عليه امه. تلفت بالزربة مصدوم وقال هز حاجب اها هي دابا انا زيد ناقص عندك؟ جاوبته بميوعة انا بارك عليا غير ولادي يكبروا معايا ويخدموا عليا ما خاصني والو. دور وجهه بحال الا بقى فيه الحال وقال ببرودة مزيانة لالا حظ زين. ومشى خرج من البيت، بقات كتضحك مورا عرفات وتقلق، لكن مدات ما جابت وكلامها كان مزحة فقط. تلفوها الدراري بصداعهم وتلهات معاهم، ورجع ياسين كيهضر ببرودة جميع حوايجك غنمشيو لكازا خلي حتى الغدا يلا وصلتو. ما جاوبهاش وخرج من الدار، خلاها ما فاهمه والو. ياك لاباس هذا مالو؟ ناضت عند امها للبيت وبدات كتجمع في الباليزه غنمشيو عاوتاني للدار يلا يرتاح شويه راكي عارفه خاصو بيتو خاصو الحريه ديالو. مازال غنمشي نبدا في التخمال، خملناها انا واختك غير دخلي ونعسي. شتي فاش قلتي راني جايه؟ مشينا انا وباك واختك دوزنا فيها واحد 4 ايام وضربنا لها واحد تخميله ديال الغداء، صبرنا الطلامط كاملين وفرشنا الصاله وهبطنا ديك الكوزينه وصبرنا الكواش كاملين في المصبانه. ما نقولش لك كي رجعناها ناري وعلاش عذبتي راسك؟ ما كاين عذاب، واش نتوما عاطينا السهر وتمشيو ليها فوق ما بغينا ونجلسوا فيها شحال ما بغينا وما نخملوهاش؟ وهنيتيني الله يعطيك ما نويتي في خاطرك. نمشيو عاود لكازا نجلسوا في الدار شويه، الكونجي دغيا كيطير ومازال غنرجعو نمشيو نخيمو في شي بلاصه ضروري. جمعات الحوايج ولبسات لولادها، خرجاتهم الصاله فين جالس ياسين وباها واختها وامها. لبست حوايجها خرجت لقاتو جالس شاد فينا وشاد ليها في يديها وهي باغا تضرب بونيا مولفة لعب دراري، حيت جات وسط من جوج دراري ما كاين غير البونيا كيهضر معاها وهي كتقول لي باغا تولي طبيبها فاش كبر، وفي نفس الوقت هز يدها باغا تضرب. شدهم ليها وقال بصوت مرتفع وكيضحك انا بنتي ما غتخرجش الطبيبه، غتخرج في دوره في بار. طرطق كلشي بالضحك، ترجمها ليها وهي تنوض كتبكي باغات تولي طبيبه وهو كيفقاتها على الدقه والبنيه اللي كتعطيه. سمعات هيبه وقعت كتضحك لهلا يحيي الزمان بنتي غتكون طبيبه اش من في دوره في بار. قلب عينيه ما جاوبهاش، هز فينا كيسكتها ويضحك معاها
توادع مع الكل ونزل الدراري والشنط مباشره للدار البيضاء. ترك كامله وهي كتهضر عادي والضحك هو قالب وجهه عليها حتى وصلوا. داز الماكدو الكنتاكي اخذ منه الماكله وخذ العواصر لان مشى الحال والدار خاويه ما كاينش باش يتعشى. عاد مشى للدار دخلوا القوام فرشه ونقيه والريحه زوينه. سيدنا حلقه اليوم كتنتهي هنا. نتلاقاو غدا ان شاء الله في الجزء ما قبل الاخير على نفس القناه وفي نفس الموعد. دمتم في رعايه الله وحفظه.